ينضم إلينا من لندن محلل القاهرة الإخبارية كابتن ياسر الشنواني. كابتن ياسر أهلا بك مرة أخرى، وهذه المرة الملحمة يعني كانت ربما خارج التوقعات حسب الإحصاءات أو التقارير، عبور دراماتيكي لمانشستر يونايتد لنصف نهائي كأس الاتحاد على حساب ليفربول. كيف شاهدت سيناريو اللقاء؟ أولا صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وسعيد جدا أكون معاكم. طبعا احنا بنتكلم عن بطولة كوبري كاب كأس الاتحاد الإنجليزي، هنقول دي أقدم بطولة في الكرة الإنجليزية، لكن دي أقدم بطولة تعتبر كرة القدم في العالم كلها، بطولة قوية جدا. لكن ملحمة امبارح يعني كلنا تابعنا وقد إيه عرفنا إن فعلا الدوري الإنجليزي يستحق إن هو يكون أقوى دوري في العالم. مباراة قوية جدا ما بين فريقين ليهم تاريخ كبير جدا، سواء في البريمير ليج، سواء في الشامبيونز ليج، سواء في الإف إيه كاب، سواء في الكاراباو كاب. لكن شفنا ازاي استطاع مانشستر يونايتد، رغم ان مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 47 نقطة وليفربول في المركز الثاني بفارق الأهداف بس عن أرسنال، لكن قدر ان هو زي ما حضرتك اتفضلت وقلت في الأول يقلب الطاولة على ليفربول. تخيل ان فريق بحجم مانشستر يونايتد اللي كسبان 1-0 وبعدين يتعادل وبعدين يتأخر وبعدين يتعادل وبعدين يتأخر وبعدين يتعادل في أوقات قاتلة، في أوقات قاتلة، سواء التعادل في الوقت الأصلي أو هدف الفوز في طب كابتن ياسر، يعني سير المباراة خارج التوقعات، كيف استطاع كما ذكرت يعني هناك فارق في الترتيب في الدوري الإنجليزي ما بين ليفربول ومانشستر يونايتد، كيف استطاع إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أن يقلص هذا الفارق فنيا خلال هذه المباراة؟ أنا شايف إن هو ده مفتاح الفوز، إن إيريك تن هاج بيتعرض لضغوط كبيرة جدا جدا، رغم إن الناس كتير جدا اتكلمت سواء من الجماهير سواء من المسؤولين في مانشستر يونايتد ان احتمال كبير ان إيريك تن هاج يعني يرحل عن الفريق، حتى في كلام كتير وتصريحات كتير وعلى راسهم ديزيربي المدرب الايطالي مدرب برايتون. لكن انا شايف ان الروح اللي كان عليها فريق مانشستر يونايتد وقدر إيريك تن هاج ان هو يبث فيهم الروح القويه دي، قدر ان هو يقدر يتغلب على، دايما الروح لما تكون عاليه ممكن تتغلب على الناحيه الفنيه، وانا شايف ان الروح اللي كان عليها مانشستر يونايتد هي دي اللي فرقت معاه كتير جدا، وقدر ان هو رغم تقدمه تأخره ان هو يتعادل وفي الاخر يقلب الطاوله على ليفربول. ودلوقتي شفنا المباراه بتاعه امس كده وصل الضلع الرابع ايه قبل النهائي، بعد ما كوفنتري سيتي وطبعا دي مفاجاه جدا ان فريق الشامبيونشيب المركز الثامن الشامبيونشيب يوصل، وصل السيتي وصل تشيلسي وصل ليفربول. هنشوف مباراه قويه جدا كلها هتكون يوم 20 ابريل دور قبل النهائي. نعم، ربما هذا الفوز أمس سيطول من عمر إيريك تن هاج داخل يعني قلعة أولد ترافورد، إلى متى سنتابع، ولكن هذا هو الحال. الفوز يمنحك يعني أمل جديد، ولكن ليفربول ما زال يعني يمضي في البطولات الأخرى. البعض يلوم كلوب عن لإخراجه محمد صلاح الذي كان له دور كبير في يعني أن يظل ليفربول في المقدمة، ولكن اقتنص مانشستر يونايتد بطاقة التأهل قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. هذه هي كرة القدم، سنتابع وياك مجريات المباراة المقبلة. أشكرك شكرا جزيلا من لندن الكابتن ياسر الشنواني المحلل الرياضي.